أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بأحلى متابعين وأحلى ناس. المدينة اليوم أبا أخفف فيها مجموعة أشياء، منها اللي هي اللودن سيتي هايل. أنا شوي قاهريني، وعلى ما يبدو على أساس أقلل الطلب على هايل لازم أرفع التعليم وأرفع مجموعة أشياء حلوة، بس التصميم هذا شوي ميت صراحة بالنسبة لي. فقررت شو أسوي. أول شيء عدلت الأرض، سويتها طبقات مهني وهناك، وهذا راح يكون داون تاون بروحه زين. وأبا أسوي مكان، أو خلنا نقول معبر. شوفوا حلو كيف أقدر أشوف الفيو، يعني على فكرة يعني أنا عايبني. ومكان يكون فيه الخدمات استثنائية. مشكلة خدمات استثنائية بيحتاج إنكم عالي، وهذا طبعا بسوي في الفيديو القادم، لكن كخطة بتكون هاي المنطقة موصولة تقريبا بهاي المنطقة، بس لازم ننزل كمية البيوت اللودن سيتي. بس قبل هذا كله خلاص، بما أن قلت لكم هاي الخطة القادمة، الخطة الحالية نزل الريسورس، أبا أسوي تعدين، أبا أتعدن أعدن 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 ثم أعدن. هذا أور موجود عندي، أور ديبوزيت أزرق، في عندي أخضر خشب، لاند فيرتيليتي هذا لونه غير، والأويل لونه غير اللي هو حطينا عليه من قبل. إنزين بنسوي له شارع، شارع خلنا نقول استثنائي، بيعطينا إكس بي أصلاً، ولا بيعطينا أشياء وايد صراحةً، فخلنا نسوي. وهني بيكون عندنا المقر. طبعاً هذا صراحةً أنا هذا الشوارع الفاصلة بسويهن، خلنا نسويهن هايوي، خلي الناس تروح لا هايوي نسينا. إذا سويتها الحين هايوي راح يقطع عني الماي وأشياء ثانية. وبنسير على الاندستريز، وبنسير على الأور مايننج، والأور مايننج بيبدأ عندنا على الأغلب مصنع واحد هني يكفي بالطريقة هاي. وين الكثافة عالية نحاول نضبط الكثافة مالته بالطريقة هاي. طبعا ما مو بوايد راح أدقق الطريقة هاي، كل اللي أقدر أشله حاليا صراحة بشله، واللي ما أقدر أشله خلاص ترى راح علي نوعا ما، راح علي في أطنان. على فكرة الموارد في اللعبة خلص المعلوم، هذا هني، ونقدر نطلع منه شارع صغير ذو اتجاهين هذي الموصول استريت بالطريقة هاي. خلنا نشل هذا الشارع الحين، هذا صار عنده شارع، مفروض هاي يوقفون شكوى بعد فترة من الزمن. إذا ما وقفوا شكوى كل اللي نقدر نسويه إنه مرة ثانية نهده بالطريقة هاي، نقدر نحطيه بطريقة شوي مختلفة، لأن ما أدري ليش هالمشكلة تطلع لي صراحة، ولكن إن توجه الشارع غلط يمكن بالنسبة لها، الله أعلم. بنحطي لنا محيط ثاني. في أشياء تحتاج شوي وقت في هالجزء واحد يتعود عليها صراحة. واحدة من الأشياء طريقة الموارد ممكن تعديلها وايد، أحس أفضل مما هي عليه صراحة. يعني مثلا شوفوا هذا، هل إذا بعدل الأرض بيتعدل؟ هل إذا بسوي شيء بيتعدل؟ هل إذا ما بسوي شيء ما بيتعدل؟ هاي كلها أسئلة دائما تنطرح علي في مخي وأنا أسويها، فما أقدر أنا أسير على مبدأ شو إنه يمكن يستوي يمكن ما يستوي. ممكن أسوي لها حل ثاني ريلوكيت، ممكن أشل منها هذيل الطريقة هاي وما راح يتغير شيء عندي. ليش يشتكي من الاكسس تو رود حتى اذا شل الشارع من هني؟ زين احطي له الشارع بجنب بالضبط، خلنا نشل السنابنج الطريقه هاي، بيبقى تقريبا نفس الشيء. ترى جربت اكثر من حل حق هذا الموضوع، ومعظم الحلول باءت بالنوعا ما بالفشل ونوعا ما اوكي. فيعتمد على الطريقه اللي انا اسوي فيها شو
الخدمة نفسها. الحين سويت سيرش أونلاين يقول والله عيد الدائرة عيد الدائرة عيد الدائرة عيد الدائرة عيد الدائرة، لكن كم ببدأ أعيد؟ يقولك مرات يوم متلزقة وايد في الشارع يعطيك، قلت يوم متلزقة وايد في هذا يخترب، فهل هذا بيتعدل مع أبديت؟ هذا موضوع مختلف، أنا أتمنى يتعدل، لأن أي واحد يلعب سيتي سكايلاين راح يكون بالنسبة له وايد مزعج وايد مزعج. فحبيتكم تشوفون هالبروسس وكيف البروسس هذا قد يستهلك منه وقت. الشيء الثاني، هذه المنطقة بحد ذاتها يمر قطار من هني، لكن ما في هني كارغو فعلي. ممكن نحن نمد كارغو لكن الكوست ماله عالي حاليا، فما بحطي كارغو مستقبلي هني ريل يارد كارغو ترين ستيشن، بس ياخذ مني 30,000 في الشهر، نحطيه هني على اساس يمنع الصناعات الخارجية ونضيف مجموعة صناعات حجر وغيرها في نفس المكان، هذا بيكون مفيد بالنسبة لنا. انزين الحين ترين ميكس بلوكس مستانسين الجماعة، نقدر نشوف التويتر مالنا اللي هو مش اسمه تويتر ولكن نقدر نشوف. الحين الحد ولا الشيء اللي يرفع الطلب على الاشياء الغير ولا الغير اللو دنسيتي، شو المدارس والتعليم والخدمات واللاندوال. فبالتالي عشان اوفر حق هاي اللي هني مكان، اذا زدت السكان بتلعوز، لكن اذا ابى اوفر ناس توصل لين هني وترجع انزين، فهي شغلانة طويلة، فمحتاج مجموعة اشياء. الاول نسوي منطقة هني، منطقة نبدأ عليها اسس باقي المناطق، عرفتوا؟ زين المنطقة هاي لازم تكون مختلفة، مختلفة من حيث شو؟ مجموعة اشياء. الاول لا بعد شوية invalid shape، إذا نيبه بالطريقة هاي وننزل الدوار مال المدينة بالطريقة هاي، أساس يكون عندنا شارع مستمر من أكثر مكان، وعندنا شارع هني شوي بالغلط طلع، ولكن ممكن نضيف شارع عمودي على المنطقة، ممكن نضيف شارع مايل بشكل شوي مختلف بعد على المنطقة، وهل مجرى يعني نبدأ نشتغل على هذا الموال لين نسوي مجموعة شوارع ونقدر نحط دواوير هني ضخمة، يمكن شوي كبار حتى مش ضخام، وهني ممكن يكون دوار لأنه صار مكان التفاف مركزي، بغير دوار إذا تغير، ونبدأ نحط الأسس حق المدينة. المدينة هاي مشو كيف مختلفة بتكون؟ أول شيء خدماتها مختلفة من حيث المترو بيتأسس قبل المدينة، هذا أول شيء نقدر نحطيه هني بالضبط عليه إذا كان عندنا شارع ترى، لكن حاليا اللي أنا أبغى أسويه مختلف، أبغى أحط المترو في نص المدينة، والمترو هذا يكون من هاي النقطة لهاي النقطة ملتقية، يكون شوي بعيد لأن هذا راح يلعب دور أساسي بين فعليا مدينتين. ليش؟ زين مفروض انك تسوي لي سناب بيركب بالطريقة هاي، هذا راح يمر تقريبا على كل المناطق. المترو عندنا وين واصل؟ واصل لين هني، بس هني ما بيروح، بينزلهم هني، بينزلهم في الداون تاون وبيرجع مرة ثانية. اذا رجع هني معناه بسوي حق نفسي ازمة عالمية، معناه المترو هذا النقطة الاولى الاتجاه المقابل تروح الى المحطة الاساسية هذه، وترجع مرة ثانية الى المحطة هذه. شو عندنا لو الخط الثاني يروح للمدينة هاي
يسير لمنتصف المدينة يسلم على اللي في الوسط ويرجع مرة ثانية. شو يسوي من طريق ثاني مع انه مفروض بالعكس، بس لان هذا بيكون متر واحد ما راح اسوي فيه وايد لاينات. ونحطيه لي هذا استوى عندنا لاين قبل المدينة تطلع. المترو نحن شفنا عندنا بما ان عندنا بوينتس، عندي 6 بوينتس ما يكفون، لا يكفون، نبغى اندر جراوند باركينج لانه يستعملون الباركينج بشكل ضخم هني. ف شو بسوي؟ ابغى اجرب الاندر جراوند باركينج لان اللي فوق الارض تشوفه مكبره ضخم جدا وما بحطيه. الاندر جراوند مش صغير ولكن جميل، يعني هذا يجون هني ينزلون تحت الارض يوقفون. كم موقف عندي؟ 200 موقف بدل 40 موقف، وهذا فرق وايد. طبعا هذا راح يضمن هني شوي خدمات شامله اكثر، ولو كان عندي منع الوقوف كباركن كان حلو، لكن اللي اقدر اسويه بدل منع الوقوف كباركن اقدر اغير نوع الشارع. يعني اذا اتصور احطي شارع احطي اسويهم كلهم حشيش حوله ما بالناس توقف، ومصممين هنا يروحون اخر الدنيا ولا ينزلون تحت الارض. ليش يدفعون فلوس ترى؟ للاسف يعني على الاقل كم بلوك ما بشوف سيارات وقفه لين ابدا اسوي المدينه كامله بنفس الطريقه. عناد، اعوذ بالله من عنادهم. بس اذا لغينا المواقف معناه نحن اجباريا قصريا نجبر الناس تستعمل مواقفنا ترى، وهذا يسوي فرق في المدخول. بعد هاي طريقة استراتيجية ومنظمة على اساس ان نحن شو نسوي؟ نسوي لهم شو؟ تزيين. ويعتبر من ناحية اخرى ترى تزيين. انا هاي القاهريني احس بيوقفون في المدينة الثانية ولا يوقفون تحت الارض. العناد اللي فيهم اعوذ بالله، العناد. واهلهم مجرى. بس الابجريد لو كان في طريقة اسهل شوية كانت حلوة. ما مشبه منعنا الناس من الوقفة هني، صاروا وقفوا وين؟ صاروا وقفوا الجانب الثاني، نقدر بعد نخرب عليهم وقفاتهم كلها. انا ما بحد يوقف قريب ولا واحد يوقف في الشارع بالطريقة هاي. تقريبا شبه منعنا بس مش 100%. ولكن ترى شوفوا الحين دام عندي مواقف تحت الارض ما في سبب فعلي يخليهم يوقفون فوق الارض، ما معناه ان الباركن عندي مفروض يدخل فلوس اجباريا، عرفتوا؟ وعندي منطقة عامة هني حق مركز شرطة ضخم جدا راح يكون، وان شاء الله راح ينجح لان هذا راح يغطي تقريبا كل حد. شوفوا تشوفونه ولا ما تشوفونه؟ هذا راح يغطي يمكن المدينة الثانية حتى اللي هناك على امل ما يغطيها، بس هذا راح يغطي تقريبا كل حد موجود. بس هذا ما بحطيه الحين. زين، على اساس ازيد الحاجة اللي مفروض شو يستوي؟ فاير ستيشن بعد ثاني ضخم، وهني بيستوي حدائق شوي. على اساس نزيد الميديوم دنسيتي بعد نقدر نحط لنا مجموعة خدمات او ملاعب. اذا هاي الولد واحد فيهم بيركب مفروض. اوكي هذا استوى مكانه. بنحطيه بالطريقة هاي هني ملعب، وبنحطي عندنا غير الملاعب. صبر، احطي هني، ابى احطي مدرسة ولكن متردد. ابى احطي عماير، خلاص ابى احطي شارع هذا يكون عماير اساسي، وعلى الاغلب يمكن اجيب في الوسط ترام. ولكن جالس اتشاور على الموضوع الحين وايد. الحين عندنا المدرسة من في مواجهة المترو احسها غلط. احس المدرسة بتكون على
زاوية داخلية والثانوية تقابلها. بس الثانوية المشكلة أنا عندي هني ثانوية، وين صارت المدرسة الثانوية؟ معقولة ما حطيت مدرسة ثانوية أنا؟ هذه ثانوية عندي هني وبعدها مش معباية، فما بتعب عمري وايد فيها، بس بخلي هاي على طريقتها. زين الحين شنو يا سطالع؟ نشوف النظرية الصحيحة ولا خاطئة، اللي هو اللاند فاليو. انا ابى ارفع اللاند فاليو مالي على اساس ارفع الطلب على هذه. زين هني شو بيستوي عنده؟ في الوسط راح نحطي، وين صار الزونينج؟ في الوسط راح احطي مش هني منطقتين عماير، ومقابل العماير التجارية راح احطي عماير تحتها محلات بالطريقة هاي. انزين هاي اللي بيمشون من الوسط، ولكن لا يمكن اخليه بالطريقة هاي، لان اذا خليته بالطريقة هاي راح يكون شوي سيء بالنسبة لي. فممكن ابقى احط بعد مستشفى، لكن مستشفى كوست عالي. انا لازم احدد الحين بين الفاير ستيشن زين وبين هذه نقطة الوصول، بعد لازم نوصل لها، يعني الفاير ستيشن راح يوصل تحت وبين الشرطة. طبعا هذا راح تغطي منطقة ضخمة جدا. الشرطة يا اني بحطيها تحت بما اني ما بحطي ثانوية، واسوي منها امتداد سفلي للمنطقة الثانية، او اشياء اخرى. لكن في الوضع الراهن اعرف دوختكم وياي صح؟ ما علي دوختكم الحين، هذا لانه يلعب دور كبير في ميزانياتي، فلازم اتم احسب له 1000 حساب. مدرسة كوليج بنحطي زين، الكوليج على الاغلب ابى اسوي له ابجريد يزيد نسبة النجاح مالهم، وممكن نزيد عدد الطلاب بعد 1500، يشل الكلية تشل 1500، بينما هاي للحين مش شال لأي حد تقريبا. ما راح احطي ابدا، او اني احاول ما احطي هذيل تماما تقريبا، هي هاي الفكرة هني. بس اللي بسوي على الاقل زين بحطي مجموعة حدايق يقدرون يستانسون فيها. هاي حطيناها، نحط هني شو جنب المدرسة ملعب حق الناس، وجنب الملعب بنحطي شيء من هذا القبيل، باركينج بالطريقة هاي، بخلي فراغ وبنيب شارع هني، لان هذه مدرسة. اتمنى تتفقون معي في الرأي، يعني الطريقة هذه، وتمكن تحتاج كم الشجرة يعني من قوم هاي اللي طولن يستوون حلوات. نحطي بتشوف اذا البش يركب عنده، ايه نحط شيء حق الالوان الوسط بالطريقة هاي. نقدر نحط هني، بس اتمنى يضيفون بدل ما اسوي مانيوال يضيفون لاين تول. لاين تول راح يوفر علي وايد تعب. انزين هني نفس الشيء كذلك، راح نحطي مجموعة شير بس لنهاية المدرسة، وراها ما بنحط فيها، بس على اساس يكون عندنا منطقة دراسية هاي تكون شوي مفعمة بالحيوية. شو بي راح تسوي لي؟ اللي راح تسوي لي اياه انه يعطيني شكل وكسر لطريقة المدن اللي نحن قاعدين نسويها. ورا الداون تاون هذا موضوع مختلف، هذا بخليه شوي فراغ حاليا. راح نبدا الرو هاوسز، واللي هي الميديوم دنسيتي بس الاصغر، عرفتوا علي؟ فبنبدا نسوي رو هاوسز، بس شو؟ بس بدون الجوانب، ما بيبنون يمين ويسار بالطريقه هاي. هذا ترك جميل يخليهم يبنون على راحتهم غير ما حد يبني ويها هني، ابها شوارع فاضيه قدر الامكان بالطريقة هذه. ورا هالبيوت كذلك راح يكون نفس المخطط، ما عدا راح اخلي على الاغلب فراغ هني ورا المترو هذا، وهو فراغ ورا هذا.
وهذا مفروض راح يتعبى مع نسبة وزيادة التعليم عندنا وبعض اللاند فاليوز اللي نحن قاعدين نحطيها وقاعدين نحددها من خلال السياق النص اللي ماشيين عليه حاليا. حلو، انتوا ابغى تركزون معي. الماي ووتر تريد زيرو، سيوج تريتمنت تعبان، ممكن نضيف سيوج ووتر ويسمنت بروسسنج. كان عندنا في الصناعية هني بس مكانه سيء كان انا اتذكر. زين، نبى هذا، نبى ننقله من مكانه في مكان شوي overlapping items اللي هي أعمدة. ممكن نسوي شيء ثاني، نسوي لنا شارع. ما بغير اماكن الكهرباء، اعرف اقدر اغير. زين، بالطريقة هذه حاول اخلي سيدة قدر الامكان، على اساس هو خبصة بس مش وايد على الاقل. يعني نشل هذا ونحطي الطريقة هاي في الوسط، ونقدر advanced filtering system نحطي عليه. هذا شو يسوي؟ يزيد الـ purification rate. طبعا المكان زحمة، ليش ما اغير مكانه دام عندي منطقة هني فاضية؟ نشل هذا ونحطيه بمنطقة بروحه هني، يستوي يؤدي اداء منفرد بدل ما يسوي اداء. شو هذا؟ كم يزيد البروسيسنج؟ purification rate 25%. 25% مفروض يكون كفاية. مشكلة يا أخي، لازم يكون لازق فيه، فأنا وايد محدود. ليش ما أقدر أحطيه جنبه ولا أسوي لهم ستاك حتى على بعض؟ مفروض يستوين حطون جنب بعض بالطريقة هاي. شوفوا، مفروض أقدر أحطي شيء جنب شيء، ولا كيف بكبره أنا unlimited على كلامك؟ هذا واحدة من المشاكل البسيطة اللي موجودة. سيويج تريتمنت ويست، ايوه تريتمنت هذا المفروض زاده، ما زاده. سيويج تريتمنت 2500، راح اضطر احطي هاي بهذا الشكل. زين، وبنشوف الحين 100% المفروض يسوي عندي قفزة. يعني اذا ما سوى قفزة فانا في معضلة. حتى الووتر افيليبيليتي المفروض يزيد، لانه هو يرجع يسوي ريسايكل حق الناس. شوفوا التريتمنت قام يرتفع بشكل ضخم جدا، قام يرتفع، ولكن بعده مش كافي. هذا كم يسوي بروسس؟ 200 وشيء ألف. الحين المشكلة شو قلت لكم؟ ما أقدر أحطي أي شيء خلاص، فاستوى عندي بالنسبة لي هذا غير مفيد. لازم شو أسوي؟ أحطي ويست تريتمنت ثاني، وأخلي هذا يسوي مثلا بروسس سيو اشتريت من 300,000 per month. زين، ليش هذا يسوي 260؟ يوزد 6%. يا جماعة أنا مسطر إذا هذا الحق. وطبعا أخذنا مايل ستون جديد. انزين، الصناعة نرجع لها، شو قاعد يستوي؟ عندنا مشكلة موظفين. موظفين كيف نحلها؟ ببناء البيوت. بيوت مش قاعدين نحن نبني أساسا. اوكي، بيرتفع لين يقول بس خلاص لين حولت مكانه. زين، نحن مش قاعدين نرفعهم. ليش؟ نشوف الرو هاوسم شو اخباره. ممتاز، ويدامهم عماير فيها محلات ودكاكين وكل شيء. الباركن فل عن بكرة ابيه. يا الله، معقول هالكثر زحمة على المحطة هاي؟ ولا اصلا انا محتاج اوفر مواقف للناس بشكل عام؟ انا اظني في نص المدينة نحن مطلوب منا الحين نوفر مواقف حقهم. هل هذا راح يضبط قياسه؟ خلنا، لا، مواقف مساي وايد اوفر. ممكن نحطي زوايا في كل فريج موقف، بس بعد ما احسه اوكي. فممكن نستفيد من الزوايا هذه. هذا هناك، هذا على نفس الموال، واحد بشكل طردي، واحد بشكل طردي بالطريقة هاي.
استوت عندي مواقف جنب المواقف اساس استفيد منها شوي زياده. ممكن اذا يركب طبعا اكيد لا ايوه ممكن هذا خلاص نغير الموضوع الى تزيين ما في حل ثاني طريقه هاي. فاستوى عندي حدايق في نص المدينه وجنبها عماير ما استوت فقط مجرد حياه شو مثل ما تقولون عمليه استوى فيها شوي وناسه ممكن نحط فيها ممر مشاة من الطريقة هذه ونحطي في الوسط رو هاوسنج صغير. الحين بنحطي صبر الطريقة هاي وبنشوف شكله كيف يطلع. هو مستانس الحبيب اللي يسكن في هالبيتين اللي الحين بحطيها. عنده باركنات حديقة كل شيء. ونبدأ نخطط حق رو هاوسنج هني 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 حبة أكبر هني حبة أصغر بس أظني عادي راح يمشي حاله. هذا مش لاند فاليو هذا أبو اللاند فاليو بس الاستعمال الضخم للمواقف أنا مش قادر أستوعبه. يعني أنا شو ما أحط باركينجز دي آر فل وشي مش طبيعي يعني. ويعني شوف فأنا أتصور الناس توقف هني وتمشي لين هني بس بشكل عام أحس منظور المكان جميل. منظور المكان جدا جميل. هني نقدر نبدأ نأسس حق لأن هني شو عندنا ملعب صح. إذا حطينا هني مركز شرطة قدام المدرسة أو أبا مكان looks amazing أبا هذا في الوسط جي في نص الشارع شوفونا. ونبى بما أن عندي 18 أرض أشتريها أنا هاي قهرتني نسوي شارع شوي جديد مستحدث زين بالطريقة أن تكون صبر الطريقة هاي زين نحطينا تقاطع جديد ونمرر من فوقه منه كل شيء لأن ليش أنا أبوصل المنطقتين في بعض صح. وحيد كان عندي تقاطع جميل سويناه مع بعض آخر مرة يمكن بس ما تسيف أظني اللي هو نقدر نحط الشارع بالطريقة هاي. بس هذا الشارع لا كئيب هذا جميل لا هذا مش جميل أبدا هذا فنان حق المكان راح يكون مناسب 90%. والحلو تشوف كيف يركب صحيح سووها لي انحناء هني شوي لكن ممكن اعدله انا عادي عندي انزل. والشيء الثاني بندخله في شارع اربع لينات بالطريقة هاي ونيب الهاي واي شارعين ننزله في الطرف الاول ونطلع من الطرف الثاني ونحط لنا دوار متوسط وهذا الدوار راح يخدم المدينة بشكل أساسي بالطريقة هاي ونحط لنا كيف بنا ارتفاع شاهق ما ينفع هذا شو لازم نسوي نضبطه شوي لان هني استوى عندنا مناطق شوي وعرة نقدر نطلع هالشارع من تحت حيدونا الاولي بكسره وبرده طلعه مرة ثانية فوق زين. نرد نسوي شو وايد احلى ومقبول اكثر بمراحل الطريقة هاي. صار عندنا شارع وسطي الحين الشارع السفلي هذا تحيدونه اللي كان لازم ارتبه من زمان شو بسوي فيه بجيبه هني
ونشبكه هني، وهذا خلاص هذا حلقة الوصل ما بيننا وبين وايد أماكن يعني، وبين المدن هاي. بالطريقة هاي أنا بقدر أوصله منه مركز الشرطة، لكن مركز الشرطة الحين ما وصل. أنا عارف يعني نقدر نسوي شو؟ شارع حول مركز الشرطة، بما أن لا حول مركز الشرطة صبر. أول شيء لازم نشوف في مكان هليكوبتر، جميل، في مكان هذا جميل، في سجون. كم واحد نقدر نحطي؟ مش حاطنا كم واحد. فرضا بحطي سجون في هذا الاتجاه، أوكي أقدر أوصل المدينة بالاتجاه المعاكس. يعني أخلي الشارع بالطريقة هاي هني، اللي بالطريقة هاي 90 درجة سيدة، نكسر هذا، نرجع نحط لنا خط مايل لمول الدوار هذا الطريقة هاي، وهذا شو بيكون مايل الطريقة هاي. في مكان حق توسعات عنده بدون ما أضايق المكان هذا. الشيء الأخير اللي باقي طبعاً لين القطار، عين أنت يا ترين، خلينا نأخذ الاتجاهين نسوي مع هذا. بحاول أرفع تقريباً في نفس المنطقة طريقة هاي، بحاول أنزله وأمد لهذا الشارع. موضوع ناجح فوق الناجح، ممتاز ونوصله. معناه الشرطة عندي صارت تغطية جبارة جدا. شوفوا هاي المنطقة بتستفيد من الشرطة وايد، عندهم مشاكل وايد لهم هاي دنسيتي. الهاي دنسيتي هنا الحين يحتاج يعني شيء ضخم انه يغطي المنطقة يعني، فالحين هذا راح يغطي المنطقة بشكل مفروض جميل يعني قدر الامكان. بس خلوني اشيل هذا وبنشوف شو بيستوي. الفاير ستيشن من ناحية ثانية يبالي 2.1 مليون، والحين شوي نزلنا السيرفس نط عندي نطة كأكسبنس، ولكن مفروض أشوف تحسن في المستوى العام. الحين الشرطة هني لازم أشوف تحسن كبير، بما أن التغطية صارت شبه شاملة يعني لوايد أماكن. وهذا شو عنده حد في السجن؟ أرستت كرينيملز. زين هالأشياء شو تسوي؟ جاراج، سيارات أكثر أقدر أجيب، طبعا كوست 30,000 غير انه اصلا كوست عالي، وعندنا هليكوبتر نقدر نضيف حق الشرطة. بما ان عندنا نحن نشوف كمية السيارات اللي قاعدة تمشي، يقدرون عندهم ممر الحينة شوفوا من الهاي واي، وعندهم ممر الصوب الثاني كسيارات طواري يعني. بس هذا القف هذا انا مش بالي عنه. خلنا نشل الإشارة هاي، الإشارة هني تماماً، لأن أصلاً ما حد يقدر يرجع يترن هني، فما له داعي الإشارة هاي. انتبهوا لها لما تحطون دواوير، يعني زحمة ما لها داعي قاعد يسوي. حتى خطوط المشاة اللي هني أنا ما بأي مشاة يمرون من هني صراحة، فما بأي حد يخف حتى على سرعته. حتى الدوار هذا بكبره ما يحتاج خطوط مشاة فعلياً ما يحتاج. فيستوي الدوار سالك، الناس تروح ترجع، حتى الشرطة ما تتعرقل في حركة سيرها. شوفوا هذا ليش متعرقل؟ لأنه في شوي زحمة، بس عادي هالشوي زحمة it's fine، ما أحس مشكلة. بس على الأقل vehicles in use 20. what أنا كم الكرايم ريت عندي؟ ما عندي ولا حد في السجن، ما عندي سجن أصلا، ما بنيته للحين، ما فتحته. انزين average crime probability 26%، هني عالي. بس اذا كل السيارات عندي مشغولة يا حبيبي، كيف الدوريات عندي شغالة؟ خلنا نضيف لهم جراج. وين الجراج؟ خلنا نشوف شكله. صبر شوفوا جراج هني تشوفونه، هذا جراج واحد نقدر نحطي، وبحطي بعد هليكوبتر. شوفون مكانه صح جميل، مركز الشرطة، وفي مواقف حق اللي يشتغلون، وفي أشياء، وفي هليكوبتر الحين. بس الحين لأن كان عندي استعمال، شوف 31 كلهم نيوز كلهم،
فأتوقع أبدأ أشوف أعداد قبض على مجرمين. بس والله الهيد كوارتر جميل، أحس إنه حرام، أحس مبنى يعني حكومي ضخم، أحس الحرام إنه شو أسحب عليه. فشو راح أسوي؟ راح أحاول أزينه، بما أنه أنا باخذ طرف واحد مثلا، نقولوا هني بزيد حبة، حلو، ممكن أزيده بس بينزلني بعد زيادة وأنا ما بأنزل وايد. فشو أبى أسوي؟ بحطي حديقة هني، شارع صغير يروح لنهايته، طريق هاي من غير ما يتوصل في الشارع الثاني. حطي أصغر دوار في العالم، ما أقدر لأنه أوفرلابينج. إنزين مش مشكلة، بيرجعون يتر من آخر شيء. هذا المكان أبى أزينه شوي شجر، لأنه مكان حق متعاملين أو ناس سياية يعني. فبشكل عام شو بسوي؟ بسير الرود أسيستنت، بحطي شير يمين وبحطي شير يسار. طبعا ها لغينا عنهم وقاموا يوقفون في أماكن نفساية معباية، بس هذا مكان حكومي ضخم يا الله، ما يتوبون صح، ما يتوبون. شوفوا الشارع واقف تماما لأنه في حادث. الحوادث من الأشياء اللي دائما بتشوفونها في سيتي سكايلاين الجديدة. زين بس عادي الشرطة موجودين ويشوفون، لأن أنا عندي كل الدوريات الحين شغال، كل الدوريات شوفوا جميع الدوريات، بس قامت تخضر المناطق شوي شوي، تشوفونها قامت تخضر. بس يا الله الزحمة هاي، كلهم يتريون إسعاف، ما بخليهم. هذا الدوائر الحكومية هني راح تنحط بشكل عام، فأحس أنه يستاهل أحطي الأوفر جراوند هني تقريبا، خلي فراغ بسيط أساس نحط ممشى، ولا لا أساس الناس، لا بنحط ممشى، فراغ بسيط هني بحط للناس مكان تمشي منه، ما له داعي خطين مشى طريقة. لا هاي بخلي فراغ هني، بس بخلي الناس تعبر من هني لين هني. ونفس الشيء الشارع هذا، هذا شارع جميل، ما راح اسمح لهم انهم يخربونه صراحه. بنحط لهم حشيش يمين وحشيش يسار، حشيش يمين حشيش يسار، نفس الحركه هني، بس ما بحد يطلع من البارك يسوي حادث صراحه، مش فاضي حق حوادث. شكل الشوارع انظف وايد بالطريقه هاي، رائعه 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 جدا صراحه، رائعة. وهذا شو وضعه؟ 160 باركن، اللي يبا يجي باركن لين يقول بس. أنا كنت أحب الباركنات في سكايلاين القديمة صراحة، بس بما أن استوى الموضوع تحول إلى معضلة، فأنا استوى شوي عندي معضلة. إنزين هني ممكن نحط بيتين صغار اللي ساكنين هني صراحة. إنزين بس أساس إنه يكتمل مع الملعب وما يكون مستواه فوق منه، فوق مستوى الملعب فعليا. الحين الخدمات الثانية راح تجيب لي مصايب. انزين خلنا نصير نفتح مستشفى في نقطتين ونشوف سعر المستشفى. طبيعي 1.7 مستشفى مكبرة، اكثر راح يكون عندي قسم هني بس حق المستشفى وتغطية المستشفى للناس. حتى المستشفى اوف الله، مكان حلو حق مستشفى. اقدر الغي البيوت؟ لا ما اقدر، راح يعرقلني. بس بسوي مكان حق مستشفى، هذا ضروري ضروري جدا. ترى هذا 1.2 مليون، فانا اظني هذا راح تكون مركز المدينة الاساسي صراحة، هذا راح يتمركز فيه. الشيء اللي بركز عليه شوية التعليم والخدمات اللي موجودة في المكان صراحة. زين الشيء الثاني المصانع، المصانع مدخل يعني والمدخول ضخم للفلوس. الحين أنا ما قاعد أنتج أشياء، ما قاعد أنتج زراعة فعلية، ما قاعد أنتج هالسوالف. ممكن نشيك شيء عندنا منطقة قريبة للزراعة، للأسف ما في إلا مناطق بعيدة، يعني دائما يوهقوني في المناطق البعيدة هذه. بس شو ممكن نسوي؟ نشوف لنا ثغرة ونحط فيها مصانع، بس الثغرة هاي ما راح تكون كوست فري، راح تكلفنا شوي زيادة للأسف يعني. فبالتالي
بنحاول ان نحط في الفراغات هاي شوي صناعات، وابى الصناعات هاي تزدهر، لان الحين انا عندي وايد اشياء اشوفه للتصدير هني عندي، وقمنا نوصل بالستة طن، واللاينين هاي اللي يمكن ما يكفون حتى صراحة يعني. two lines two routes vehicle news one way، هذه semi truck transporting، الناس قاعد تنقل الى داخل وخارج المدينة. وعندي ترى فكرة، انا قاعد ادخل في البلس بحكم المكانة، بس بعدني مش راضي. ليش؟ لان الحينة اذا انا بحطي اي شيء راح يكون في نوع من انواع خسارة شيء ثاني. هذه انا عندي معضلة ثانية الحين، انا احط شيء مقابل خسارة شيء، بس بالتالي لازم ارضى بعض الخسائر. نفس المستشفى لازم اسوي له مكان، وعلى الاغلب هذا مكان مناسب حق مستشفى، وابا مستشفى عود يعني منطقة المستشفيات. خلنا نرجع للحركة القديمة تذكرونها، اللي اعزل بالطريقة هاي مبنى عن باقي المباني، واجيب مستشفى مثلا اللي هو هني حلو. وهالمستشفى هل راح يغطي معظم المدينة؟ نعم راح يغطي معظم المدينة، وبحطيه على الزاوية شوي. شوفوا بالطريقة هاي الحين كم مستشفى هو المفروض نظريا يكون المكان دلع يعني، لكن حاليا شبه ما عندنا نحن اوبشن حق دلع. نقدر نحطيه هني اندر جراوند، ممكن نوصل المستشفى بالطريقة هذه. زين نحطي له خدمات منفصلة، شارع منفصل خدمي بالطريقة هاي. شوي الشارع عبيط بس احسه عادي، لانه نوعا ما شارع داخلي ما راح يعطيني تاثير ضخم على سير الامور، وانا ما اعرف الامتدادات هني. هاي شو هذا؟ سبيشلايز تريتمنت وورد، هيلي باد ينحط فوق، وعندي تراما سنتر. وين ينحط؟ وين تراما سنتر؟ هاي يعني المستشفى ما راح ياخذ فوق مساحته فعليا داخلي. هذا بس هني خارجي، وهذا فوق هليكوبتر. فليش اعور راسي؟ ما اذا السالفه بالطريقه هاي امد من وراه شارع واروم ادخل شارع ثاني بشكل عمودي. والمستشفى لازم اهتم فيه بشكل فعلي ترى، مش اني مش مهتم باقي الاشياء بشكل فعلي، لكن على الاقل نحطي له بعض الابجريدز. وهذا الشارع ماله شوي غير، بنحطي شير وحشيش اساس يكون جميل جدا. على فكره شجر بروحه شوي مش عاجبني، لان يعطيني ايحاء ما اعرف كيف اشرح لكم صراحه، لكن كانه مزروع في الجار. شوفوا مش حلو، لكن يوم اضيف عليه حشيش يستوي شكل الشجر منطقي. تشوفونه مش منطقي بدون الصراحة الحشيش. فلو كان ما اعرف كأبجريد انا اتكلم، بس بالنسبة لي انا اتكلم صراحة بالطريقة هاي. دوار صغير، دوار صغير ما يركب اخر شيء، بس عادي هذا الحين يوتيرن حكم. انزين المكان فنان، كل شيء فيه حلو، بس يباله شوي اشياء. اولها طريقة الحدائق اللي هني لازم تكون شوي مختلفة. عندي حدائق قد تناسب المكان، مش قد تناسب. انا شفت الحديقة ايوه ويت على نتفة، حرام والله. نقدر نحطي هني حديقة، ونحطي جنب الحديقة سمول باركينج بالطريقة هاي. بنحط كمشيرة في النص زين، هذا من قدام. وبنحطي هني حديقة، لا اقدر اسوي قافلة ما اقدر. وهني راح يكون في ممشى داخلي الطريقة هاي، اقدر اشل السناب في اني وقت يعني اي وقت عفوا واسوي. وهذا الحين نقدر نحط مجموعة شير بسيطة. ما اقدر انا اقعد اسوي كل المدينة بدون تزيين صراحة، فلازم شوي انتبه للتزيين، لان في اشياء تفرق صراحة.
بالطريقة هذه. ولازم يحطون الصراحة أشياء أكثر، أنا متأكد في مودات راح تتي، في أشياء راح تتي أنا عارف، لكن بعد ما يضر أن اللعبة نشوف عليها أبديتات حق مثل ما تقولون اللعبة الأساسية نفس أيام زمان، كل فترة سيتي سكاي لاين ينزلوا لنا أشياء جديدة على اللعبة الأساسية نفسها، لأن اللعبة نحن أخذناها بريميوم وما كانت رخيصة أبدا. إنزين الحين صار عندنا منطقة مستشفى، طبعا أنا راح أمتنع عن إحنا أحط شيء حاليا هني، لأن هذا منطقة مثل ما نقول حق المستشفى تقريبا، بس المكان قام ياخذ شكل حلو من تصوري الشخصي طبعا. ونفس موضوع هاي الهايل، شوفوا يوم سويناهم ما عاد الأخير استوى مضبوط، الحين نقدر نحط الأخير ترى عادية، بس على أساس ما يطلع لي بيوت بالعرض يا أخي يخرب شكل المكان بشكل كلي. وهذه داون تاون خطير جدا، هذا استوى الفيديو عن مركز الخدمات العام لمنو لسيتي سكاي لاين هاي، بس هذه الشوارع بشكل عام ترفع الضغط. لحظة، هل عندي شارع جاهز مع كتف؟ لا ما عندي، ما عندي، لازم اسير على الابجريد. اقدر ادق، ما اقدر تشوف ادق شفت ادق كنترول، ترى ما يفرقه ما يعطيني الشارع كامل. انا اعرف في حد بيسال قبل كنا ندق شفت ولا كنترول شفت كان يعطينا للشارع كامل، بس هذا اللي موجود حاليا نقدر نتعامل وياه، بس على امل ان ينزلونا ان نقدر ندق شفت ونسوي كليك على شارع كامل بدل ما نسوي الشوارع حبه حبه. الشوارع الخارجيه راح تكون كونكريت وخليها بالطريقه هاي، وهذا يروح سيده للصناعيه، ومن الصناعيه يروح لمكان ثاني. طبعا هني راح يكون عندنا وصله للمدينه بالطريقه هذه. انزل انا هذيل بس اللي قاعد احاول اتخلص منهم تعرفون. الحين المكان هذا راح يكون فيه مجموعة عماير، بس ما بعماير ضخمة، لأن الحين ست مربعات، خمسة أخذ أربعة صبر، خلنا نمسح هذا، أبغى أسوي ممر فما بيخربون علي، وهذا بيكون من الداون تاون الطريقة هاي حول منو؟ حول المترو. هذا ممشى كامل، الناس تقدر بحرية تتحرك في أربع بلوكات رايح راجع، ما عنده القيد مال المترو، يمشي من عند المترو وين ما يبى، ينزل يروح وين ما يبى، وايد سهل بالنسبة لهم، لأن أتوقع أن هني بيكون في شوي كميات. هذا لاين 6 مثلاً، باسنجر 300 عليه، شوفون عليه كمية شو ناس، فما أبغى أقعد أخلي، بس هني بخلي شجر كثيف شوي صبر بالطريقة هاي، أبغى كثافة شجرية شوي، أبغى شوي تستوي غابة صراحة. الطريقة هاي هني ما يحطي للأسف، مع إني حاط الفرشاة على أقوى شيء، وبحط هاي الورود الصغار بالطريقة هاي، خلهم يستانسون الجماعة شوي يمشون في مكان حلو. طبعا هاي كله بيكبرون، لو نسير على اول منطقة نشوف اماكن شجرية بعد ممكن نشوف كبرت ولا لا. حطينا نحن اشجار هنا على ما اذكر صح، مش اشجار فعلية بس مفروض توصل من هذا الحجم. بدينا نرتب حاليا صراحة في هالمدينة، وترتيبها قام يستوي جيد جدا، ولكن المشكلة في العرض والطلب على السكان والتركيب السكانية، اللي هي أكثر شيء أنا بالنسبة لي قاعد يسوي إزعاج في سيتي سكاي لاين حقي صراحة. أنا يمكن أطلع هاي برا على المدينة إذا بتم حوادث بالطريقة هاي، لأن شوفوا الناس قاعد تحاول بشكل خاطئ صراحة. فخلنا نشوف الهاي واي للشوارع، خلنا نعدل الهاي واي شوي. من ورا مفروض يعرفون انهم يلفون يسار، على امل انه يعطينا شوي
منحنى افضل للشارع. اشوف ايوه قام الشارع شوي يتحرك، اعطيناهم شوي مدى اعلى من السابق صراحةً، على اساس الناس تلف يسار من بدري بدل الزحمه هاي كلها. هذا الشارع بالذات خلنا نحط 3 واي ما ارم عكسها نحطي بالعكس ابو بس اتس لا لازم بالعكس يكون، لازم يكون بالعكس. هل الشفت ما يشتغل؟ هذا ما يشتغل، ممكن احوله هني الى شارعين بالعكس. من ابواب بالعكس مو بالطريقه هاي، خلاص 4 لينز يتلقاهم بداية المدينة، 3 لينز ما في هني 4 لينز الا الكبار، انا ما بفور 4 لين كبير. ابا اجربه، اظن في طريقة بس انا يمكن مش عارف لها، بس حق الحين اوكي بيخفف عني الزحمه لان في اكثر من مكان يروحون يا يمين يا يسار ويختارون من البدايه، فبيكون افضل لهم هم يعني فعليا. على فكره هالدوار لو اسوي له ابجريد على الاغلب راح يا يسوي لي مشاكل يا يحل لي مشاكل، فخلنا نجرب. فبنشوف الحين، ايوه بيحل لي بعض المشاكل نظريا نظريا فعلا يعني، بس شوفوا الحين شوي استوى اريح. بس انا عندي هنا منطقه، شو هاي مش ابجريدد؟ لا ابجريدد اوكي. شوي الدوارها كان يباله تعديل، حتى هني على الاغلب يباله تعديل، لكن ماي وكهرباء ترى ما يتحركون بالطريقه هاي، بس انا عندي اوريدي مشبوكه من اماكن ثانيه فما تفرق عندي. الكهرباء شو وضعها؟ انا ما شفتها من زمان. اوكي بس خلنا نشوف هذا شو وضعه. هذا وضعه اوكي بعد نفس الشيء، لو هذا يستوي 3 شوارع راح يحل وايد مشاكل، بس بعد بيسوي لي وايد مشاكل لان الدوار ان ابجريد، يعني ما اقدر اسوي له ابجريد، اقدر اكبره لدوار اكبر بكبره بالطريقه هاي. ما في اشياء نقدر نحطيها في نص الدوار بيكون حلو، فهذا على امل انه ساعدني شوي. تعال ليش تاخذ يوتيرن انت هني؟ شو هالعالم؟ شو هالعالم؟ ما في علامة ممنوع الالتفاف؟ ممنوع اليوتيرن يا جماعة، مكتوب ممنوع. وات وات ولا يسوون سالفة، هل مسوي لي مشاكل؟ بس المهم الزحمة تعدلت بشكل كبير. الشيء الثاني ما اعرف انا يعني كمية الحاجة للمواقف في اللعبة هاي مش فاهمها شوي، مش فاهم منها. هل هذا في لها ابجريد؟ لا. هل اندر جراوند في لها ابجريد؟ لا. الشيء الوحيد اللي ابجريد الباركن الضخم هذا اللي هو يزيدني كومفورت فقط، كاروش غسيل سيارات. خلينا نحط له غسيل سيارات، يلا يستاهلون الناس على الزحمه هاي يستاهلون. فهل الكاروش مفروض يزيد الدخل المالي؟ هذا موضوع ثاني. انزين الموضوع الثالث الحين صار عندنا داون تاون جميل والله، بس يباله شويه اهتمام بعد، شوي حبة اهتمام زيادة. هذا ما بيستوي مستحيل، بس ممكن احط ملعب ملعبين وازيد الكلاسات حقهم واشياء تزيينية نفس هاي يعني تعرفون يعني. نحن في لان في الحين عندنا فعليا نحن ما سوينا اللي هي
خلينا نقول اشياء تزيينيه من بدايه السلسله بشكل فعلي. تو بدينا يعني صراحه، فتفرق. انا ما اقول ما تفرق، تفرق، لان مع الوقت تشوفون المكان يتشجر، يستوي حلو، فنان، وهلم جرى، بس يحتاج وقت. يعني لا تقولون شيء بدون وقت ما يستوي. بس مدرسة مفروض تكون جميلة يا جماعة، مش يعني مفروض يكون فيها زينة، أشياء بسيطة. أقدر أحط الحين بيت صغير هني، بس ما راح يضبط مع شكل المكان بشكل فعلي ترى. بس الأشياء الثانية اللي نقدر نسويها مثلا نبنى شارع من هني، الطريقة هاي، ونبدأ نحط الروهاوسس بعد. خلاص نبدأ نزيد فيه المكان هذا يستوي 90% رو هاوسنج بالطريقة هاي. فيستوي يعني لايق على المكان، شوي شوي لايق على المكان. يبان حاجز هني شجري بعض الأشياء، يعني في أشياء صحيح إن أخذ منه وقت شوي أساس إن نسوي الزحمة وهاي واي. هني شو عندي؟ هني مش مشبوك. يا ويلي ويلاه، يا ويلي ويلاه. ليش؟ ايوه الحين عدل، لان هني في نزلات وطلعات، يحطي لي حواجز واشياء. مش سيء يعني طريقه تعامله، مش سيء، بس طبعا في احسن. مدات بتي، اشياء بتي، اشياء بتستوي، ولكن بشكل عام الرضا 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 الرضا. والمدينه هاي بتكبر تقريبا بنفس الطريقه، راح نسوي وصلات بطريقه انها تبدا تكبر بنفس الطريقه. نحن نكبر عندنا المنظومه التعليميه اللي هي اوريدي قاعده تشل وايد ناس، ما اعرف ليش في ناس ما قاعده تروح للتعليم يعني، وفي تشل الناس اقل. في ناس ما تحتاج تعليم، ليش؟ لان شو تسوي الناس هاي؟ تروح لوين؟ مصانع واشياء هايل، وهايل ما يحتاجون ناس فولي ادوكيتد. يعني هايل بتي تشوف الموظفين مالهم يحتاجون ان ادوكيتد، كميه طيبه يعني، اوبن بوزيشنز عندهم عالي، في تعليم قليل يبون. لكن بعد اللي يلعب دور كبير هني المواصلات، ترى من مكان بعيد جدا ترى، فهذا موضوع ثاني. هل اذا انا احط هني مثلا قطارين ولا قطار واقدر انزل شيء هني عندهم، موضوع ثاني. هني عندنا الترام، الترام شايل زحمة طيبة صراحة، بس في أشياء بعد ثانية. مثلا هني الباركنات عندهم فل، عندهم مشاكل، يمكن ما يقدر يركب وينزل على راحته، يوقف سيارته. بينما هني صار عندنا مواقف، وهذه أشياء وايد حلوة تنحط في الاعتبار من اللعبة، بحيث أن تفرق ويانا في طريقة تعامل الأمور. شوفوا يوم اللين عندي شايل 60 60 60، شايل 50، ناس رايحة رادة يعني على الخط هذا، الناس رايحة رادة. الشيء الحلو اللي نبغى نشوفه مطار. مطار يقولون ياخذ يعني حجم مدينة، لكن نحن الحين نقدر نركز على أشياء ثانية صغيرة نفس الصناعات. إنزين الحين بنحط أشياء ثانية هني. ترى في فقر فعليا، مش فقر، أنا أقول في قلة في المحلات التجارية، فنقدر نبدأ نحط أشياء ثانية صغيرة حول المكان هني. هذه طبعا توسعة للشرطة، خلوها هاي، بنعزلها بطريقة معينة، أنا ما بحد يبني على هالشارع مثلا بالطريقة هاي. وعندنا بعد بالطريقة هاي لفة مثلا بالطريقة هاي، ممكن حطينا شوي محلات، أشياء في الوسط، ممكن نزيد الرو هاوسز حبة ونحط خدمات عندهم. في وايد أشياء حلوة، بس والله لو كان في باركن صغير ونركب هني كان حلو. صغيرون شيء بس باركنين، بس معظم الحال المنشآت بشكل عام جميلة، حلوة، فنانة. عندنا أزمة مواقف صحيح، واللي هو شيء فعلي في أي مدينة صراحة، اللي هي أزمة المواقف. لا تتوقعون من المدن تكون ما فيها هالأزمة هاي، بشكل عام فيها الأزمة هذه، وحلها ما يكون في العادة سهل صراحة. يعني تشوفوا كمية البشر اللي ساكنين هنا، طبعا هاي شوارع جديدة ولازم
ابجريد مانيوال، لكن كميه الناس اللي ساكنه هني ترى مش قليله ابدا، يعني كميه طيبه. يعني حتى اذا اتصور احطي انا هني وراه هني اندر جراوند باركينج راح يكون بعد ماساه، بعدنا راح نواجه نفس الماساه. لكن انا الحين اللي ابغى اشوفه هني الناس مش محصله مكان توقف، وان باركن المستشفى فل، انا محتاج مواقف تحت الارض. في العاده المستشفيات تقريبا كلها فيها هالاوبشن هذا، مواقف تحت الارض، ممكن عن طريق المكان هذا يتنقلون ولا يروحون يمين او يسار. واتصور ايوه على طول استواء استعمال للموقف، والناس مستعده تمشي يعني مسافات طيبه بس على اساس تحصل مكان توقف فيه سيارتها. فالموضوع وايد تركي في الباركينجز بالذات، لان ما اعرف انا الحاجه الضخمه الملحه مره واحده للمواقف من سيتي سكايلاين كنا ننزلها مود زين الى شو ستورج عند هذا يخزن المستشفى، ريسورس ستور فور يوز ليتر فارماسيوتيكال 2.5 طن. اوكي ياس، الصحيه عندي ممتاز ترى، احنا اللي باقي لنا فقط مركز مطافي، وبنسوي ان شاء الله في الفيديو القادم لان هذا بيروح لتوسعه فاجباريا راح نسوي. بس هني راح نسوي مجموعه خدمات يعني حق المستشفيات والاشياء، بما ان الطلب عندنا قاعد يزيد شوي شوي بشكل نوعا ما متوازن قدر الامكان. فممكن نشوف على فكره تحيدون المكاتب الطويله تشوفوا كيف طلع شكلها مطولها. طبعا مسويه سد غريب، فعلى الاغلب راح ننقلهم لان شكلهم ابدا مش سياحي. ابى احطيهم هني مكان في الوسط بروحهم مكاتب الفكره، واحطي حولهم حدائق ومماشي، وبعدين اكمل المنطقه السكانيه ويمكن نشل هذا اصلا من الحسبه قريبا يعني. فلان هاي شكلهم غريب هني في غنزه مش اوكي ابدا، فممكن ابى اسوي مكاتب بحولها بعض العماير وتتدرج لين توصل هني. وهذا كان به، ومشكورين على متابعه الفيديو. نشوفكم في فيديوهات قادمه على خير. مسيتي سكاي لاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.